للمزيد معنا من صيدا اللبنانية الأستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات. أستاذ حسان، بداية مرحبا بك. ما دلالة زيارة بومبيو إلى لبنان؟ زيارة بومبيو إلى المنطقة أساسا هي شملت جولة الكويت وإسرائيل وعدد من الدول العربية وبالتالي لبنان، هي تهدف إلى تعزيز التحالف الأمريكي في المنطقة لمواجهة إيران ومشروعها الذي يستهدف سوريا والعراق واليمن وطبعا لبنان دون شك. إيران تحاول تعزيز نفوذها ومد نفوذها من طهران إلى بغداد إلى دمشق وصولا إلى لبنان والبحر المتوسط، حتى يكون موانئ المتوسط تعمل في خدمة البضائع الإيرانية والاقتصاد الإيراني والاستراتيجية الإيرانية. الولايات المتحدة أدركت متأخرة خطورة هذا الموضوع وهي تحاول معالجة هذا الأمر عبر تعزيز تحالفاتها والإضاءة على خطورة هذا المشروع على المنطقة، وبالتالي زيادة عزلة إيران وحصارها مجددا لوقف هذا المشروع ولإقناع إيران بوقف محاولاتها مد نفوذها في المنطقة، وهو ما تحاول إيران مواجهته عبر إقامة تحالف وثيق مع بعض المجموعات المسلحة مثل حزب الله والحشد الشعبي والحوثيين في اليمن وغيرهم من المجموعات المسلحة التي رعتها إيران وأسست لها وجودها في المنطقة لتخدم مشروعها ووجودها واستراتيجيتها. لماذا الآن من وجهة نظرك هل هناك خطوات أمريكية جديدة ضد هذه الميليشيا، وخاصة أن بومبيو أكد أن ميليشيا حزب الله تقف عائقا أمام استقرار الشعب اللبناني منذ 34 عاما؟ يعني الولايات المتحدة وبرأيك هذه الخطوات الأمريكية لماذا جاءت الآن؟ في الواقع الولايات المتحدة استخدمت إيران لضرب الثورات العربية ولإجهاض الثورات العربية وخاصة في سوريا. أمريكا تجاهلت التدخل الإيراني وتجاهلت التعاون الروسي الإيراني في سوريا وتدخل حزب الله في سوريا وتركت الأمر يسير كما يجب أن يخدم مصالحها، بحيث عندما وجدت الثورة السورية وتم تهجير معظم الشعب السوري واللعب بالديموغرافيا السورية أيضا، بدأت الولايات المتحدة في محاولة إخراج إيران من المنطقة والتفاهم مع روسيا على مصالحها في سوريا وفي لبنان. إذن أمريكا استخدمت إيران في مرحلة معينة والآن انتهى هذا الدور. لا يمكن أن تقبل الدول الكبرى بأن الدول الإقليمية أن تأخذ دورا وأن تستفيد من هذه النتائج. الدول الكبرى هي التي تستفيد وتستخدم الدول الأقل قدرة والأقل قوة لتنفيذ مخططاتها، وهذا ما وقعت به إيران. إلى أي مدى أستاذ حسان، إلى أي مدى يعني ترى أن العقوبات على طهران منعت فعلا استمرار الدعم الإيراني لميليشيا حزب الله؟ الأمر واضح في لبنان ونعيشه فعلا، هناك فعلا ضائقة مالية يعيشها أنصار حزب الله وحزب الله نفسه من خلال الرواتب التي بدأت تتناقص، وهناك مجموعات تم حجب الدعم المالي عنها وهذا شيء أصبح معروف في الشارع اللبناني. ثم أن حسن نصر الله قال في خطابه الأخير في مناسبة تأسيس هيئة دعم المقاومة، وهي مؤسسة عملت لمدة سنوات في دعم حزب الله ثم تم وقف نشاطها، لم يتم إلغاؤها لكن تم وقف نشاطها، كما قال نصر الله نفسه من أن الدعم الإيراني كان سخيا ولم يعد هناك من حاجة لجمع التبرعات من المواطنين اللبنانيين وغير اللبنانيين. الآن عندما يناشد حزب الله جمهوره التبرع لدعم المقاومة ولتسليح المقاومة، هذا يعني أن هناك عجزا ماليا حقيقيا. ثم أن حزب الله بدأ يهتم بالتوظيف في الإدارة اللبنانية، بدأ يهتم بالمؤسسات اللبنانية وبدأ يسأل عن القروض التي ستقوم الدولة باستدانتها لتنفيذ بعض المشروعات، أين ستنفذ وكيف ستنفذ، مما يعني أن حزب الله يحاول الآن تمويل المشاريع في مناطقه أو مناطق هيمنته من خلال الدولة اللبنانية ولم يعد يستند إلى الدعم المالي الإيراني. ثم طيب. أن عمليات التهريب التي بدأ الجميع يتحدث عنها عبر سوريا إلى لبنان للبضائع الإيرانية وغير الإيرانية للتهرب من الجمارك، وبالتالي يقبض حزب الله بعض رسوم النقل ورسوم التهريب، هذا يعني أن حزب الله بدأ يبحث عن مداخيل جديدة لتعويض المال الإيراني الذي فقده، وهذا ما يؤثر على الاستقرار الاقتصادي في لبنان وعلى المالية اللبنانية الذي، وخاصة أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية حقيقية. فحزب الله فعلا هو
يؤثر سلبا على الواقع اللبناني، على الاقتصاد اللبناني. ما الذي يمكن أن ينقذ حزب الله من هذا المأزق؟ يعني ذكرت نقطة التهريب. عمليات التهريب قد تخدم حزب الله، ولكنها لا تشكل دعما حقيقيا. يعني تهريب ماذا؟ تهريب ماذا؟ تهريب البضائع التي تأتي إلى لبنان عبر المرافق اللبنانية، تدفع جمارك للدولة اللبنانية. البضائع التي يتم تفريغها في الموانئ السورية تدخل إلى الأراضي اللبنانية دون دفع هذه الجمارك. هناك تسويات تتم بين بعض التجار وبعض المهربين، ويقال أنهم من حزب الله، على تسليم البضائع في لبنان بعد أن تفريغ الحمولة في اللاذقية أو في ميناء طرطوس، وبالتالي الدولة اللبنانية لا تتقاضى أي رسوم جمركية على هذه البضائع، وهي تشكل مشكلة أيضا. نعم. وتنافس البضائع التي تدفع الجمارك، وهذا يؤثر سلبا على التجار. واضح. فيما يعني لو يعني أردنا أن تصف ردة الفعل الرسمية اللبنانية، كيف تصفها؟ هناك مشكلة حقيقية لدى الرسميين اللبنانيين. الرئيس نبيه بري بالأمس قال أنه قد أبلغ بومبيو أن أي عقوبات أمريكية على حزب الله سوف تطال الشعب اللبناني وسوف تصيب لبنان برمته. هذا صحيح، ولكن سياسات حزب الله أيضا الخارجية والداخلية التي لا تقيم وزنا لسائر اللبنانيين ولسائر المكونات اللبنانية ولا تهتم بموضوع الوحدة الوطنية، تؤثر سلبا أيضا على الوضع اللبناني، وهي التي تشجع الدول الغربية على وضع عقوبات على لبنان وخاصة الولايات المتحدة. المشكلة الحقيقية الآن أن حزب الله لا يهتم للاستقرار اللبناني، يهتم للمشروع الإيراني ولا يهتم للشأن اللبناني. نعم. طيب إلى أي مدى ممكن أن يعني تحقق حكومة الحريري الموازنة ما بين الموقف الأمريكي وضغط ميليشيا حزب الله؟ حزب الله وإيران يريدان لبنان ساحة تظهير للصراع وساحة عدم استقرار. لا يمكن أن يكون هناك دولة حقيقية في لبنان مع وجود ميليشيا مسلحة تخدم مشروع إقليمي خارجي. لا يمكن أن يتم التوازن أو إقامة توازن بين مشروع إقليمي يهدف إلى حماية مشروعه هو وليس مصلحة لبنان، وبين حكومة تعمل لخدمة لبنان. فالحقيقة الآن أن لبنان تحت الهيمنة الإيرانية، تحت من خلال حزب الله، تحت هيمنة سلاح حزب الله الذي ترعاه إيران وتقوده إيران، ولا يمكن أن يستقر لبنان وأن ينهض اقتصاديا أو يستقر سياسيا وحتى أمنيا مع وجود هذا السلاح وهذا المشروع. طيب. الذي يحاول الهيمنة على. إلى أي مدى ترى أستاذ حسان أن اللبنانيين يستطيعون تحمل هذا الضغط من حزب الله؟ الواقع اللبناني الآن سيء جدا اقتصاديا، الجميع يعاني، كافة اللبنانيين يعانون الآن من وضع اقتصادي سيء، ليس نتيجة العقوبات، ولكن لأن العقوبات لم تبدأ بالتأثير الآن على الساحة اللبنانية، لكن هناك إحجام عن التعاون مع الحكومة اللبنانية من مختلف المؤسسات الدولية، هناك إحجام عن دعم لبنان ماليا، هناك إحجام عن حتى عن تزويد لبنان بقروض مالية، طالما أن هذه القروض قد تخدم مشروع إيران في المنطقة. لا أحد يريد أن يمول حكومة تخدم المشروع الإيراني أو أن تتغاضى عن المشروع الإيراني في لبنان وفي المنطقة. لذلك وضع اللبناني الداخلي صعب اقتصاديا، وبالتالي سيكون أصعب سياسيا، لأن الاقتصاد السيء ينعكس سلبا على الاستقرار السياسي. نعم. وعلى تدهور القوى السياسية. أستاذ حسان القطب مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات، كنت معنا من لبنان، شكرا لك.